يما الله يرضى عليك، يعني لما تدولك زوج تاعك اكيد واه اكيد انت رحتي حوستي عليه، واه ولا اي شخص اخر عائلتك؟ حوشوا اللي معانا حوشوا، ما انا ما عندي جزيرة ولية وعندي غير بنيات وصغيرات، ما حوش لا انا ولا فاميلتو، اللي معانا حوشوا، ما خلاو صحراء، ما خلاو حباس، ما خلاو عاصمة، ما خلاو وهران، ما خلاو حوشوا كاع زعما، ما خلاو حتى نقولوا البلاصة اللي طارت لهم حوشوا بيها، كاع حوشوا بيها. والجواب كيفاش كان؟ الجواب تاعهم تاع السلطات لما يروحوا يسألوا كيفاش خاطر الجواب؟ يقولوا لنا طلعوا للجبل، خاطر يقولوا لنا ماتوا، كل خاطر كيف يسرحوك، خاطر رحنا الغليزان نشكو، دخلونا عند مندوب الأمن، قلنا بزاف المجموعات هربوا وطلعوا للجبل، قلنا له يودي هاد الناس، جات لارمي بقوة بالكوامن وبالكذا وبالسلاح وداتهم من الديار عيناني في النهار، ما هو في الليل، ما هو قال بالك مجموعه تاع الجبل، ما قال ما انا زوج تاعي لو كان عرفتو بلي طلع الجبل انا علاه حتى نروح نطيح الحكومه، ها بالك مات في الجبل، بصح كيف الارمي يجي يدي فيه من قدامي والناس قاعده تشوف وذو ولادو يتباكاو وهم طايحين يبحثوا فينا ويخلعوا فينا، هو يقول لي مجموعات بزاف طلعوا الجبل يحوشوا حسب غير بصحاب الجبل، هما داوم والناس تشوف سبعة الصيف راهي نهار ماهيش ظلمة، هذه هي